يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يسعد لي صباحكم صبايا كيفكم شو اخباركم طمني عنكم ان شاء الله بخير ان شاء الله انتم عم تشوفوا فيديو اليوم تكونوا بالف صحه وخير اول شيء بنسمي بالله ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبلش الفيديو سوا ان شاء الله اليوم الفيديو هلا آه انا عم بحاول كل يومين يعني انزل فيديو يومين والثالث انزل فيديو يعني مشان هيك ما انه اغطى عن القناه واغطى عنكم طبعا ولاني عم اشتاق لكم كثير فهيك ان شاء الله كل يومين والثالث راح احاول قدر المستطاع انه انزل فيديو هلا ما راح يكون انه مدته طويلة الفيديو يعني انه راح يكون فيديو ظريف خفيف ان شاء الله فهيك مثل ما شايفين يا صبايا فقت الصبح بكير قبل ما ابعت بنتي منى على المدرسه شبت فنجان القهوه جهزت القهوه اللهم صل على النبي آه بعدين آه بلشت اجهز بنتي منى والبسها مشان اخذها على المدرسه طبعا كان آه اول نهار مدرسه وكانت آه آه كتير كتير انه هيك متحمسة ومبسوطة وكتير فرحانة وانا هالشي كتير انه هيك يعني كثير انه كنت مبسوطه معه يعني اول شيء كنت خايفه انه ما تتاقلم فورا على المدرسه لأن بتعرفوا انتم الروضه بتختلف عن المدرسه يعني المدرسه كبيره وفيها كتير طلاب وفيها اهالي واساتذه كتير بينما الروضه يعني صغيره وفيها اساتذه محددين طلاب محددين فيعني الحمد لله رب العالمين فضل من الله تعودت يعني هيك يعني انه كيف بدي لكم انه اول نهار مدرسه حسيتها فورا تعودت عليها وتاقلمت عليها وحبت كتير انستا هي كانت اول شي استاذ بعدين يعني بدوره الاندماج بعدين حطولها انسه مبين عليها حبابة وان شاء الله هيك يا رب تتعود بنتي عليها باذن العالمين تطلع هيك يا رب هيك متفوقات ان شاء الله وأقدم أحر التعازي للشعب الشقيق الليبي والشعب الشقيق المغرب والصبر والسلوان لزويهم والرحمة للشهداء والله هيك يصبر قلوبكم يا رب والله يكون بعونكم يا رب وإن شاء الله كله بميزان حسناتكم

Sevgili çocuklar okula girişleri pazartesi tören yaparak bildiğimiz için daha düzenli gidiyoruz. Da Şu anda iyi gittiği için bundan sonraki günlerde salı çarşamba pekiler bir buradan alacağız. Birinci sınıflara bu tarafa çarptığı için ortadan başlayın. Öğretmen arkadaşlarım. Sevindiğinde ne anlıyor? Yanlış anlamayalım. <laughs> هون بعد ما رجعت على البيت كنت هيك محضرة لوازم الطبخة طبعا هالأكل كتير بحبه يعني إذا بصحلي كل فترة يعني فترة جمعة جمعتين أساوية ما بقول لا يعني أكل كتير طيبة هي المكسيكانو آه المكسيكانو هلا آه كيف بدي لكم يعني شوي انه غراضة كتار بس يعني انه سهله يعني ما بدها شغل كتير هون يا صبايا مثل ما لكم شايفين حطيت انا سمنه وزيت يعني زيت مازولا يعني حطيت من وبفرم البصله شرائح مثل ما شايفين او بقولوا للجوانح وبحط البصله وبفرم فليفله خضراء وحمراء مثل ما لكم شايفين يعني انه بشكل كتير بالخضرة انه بطلع المنظرة احلى وطعم تأطيب يعني طبعا العين بتشوف لاني فهيك بحب احط الخضرة كتيرة بكتر يعني انا يعني عرفتوا كيف ومثل وبال... ما شايفين كمان آه حطيت آه قطع الشيش الفروج يعني هدول مقطعين جايين هيك يعني انه صدوره فكمان انه بحطهم على النار لحتى انه اه يستووا تماما يعني كمان بحط لهم بدكم سمنه بدكم زيت بدكم من الطرفين وبغيفهم لحتى يستووا بقلبهم كل شوي على الطرفين يعني بس ما بعلي تحتهم كتير يعني وسطي وهون مثل ما شايفين هيك عم بقطع الفليفله الخضراء والحمراء والله مصلي على النبي طبعا هون حاطه هيك فطر آه، كمان وبالدبليلة وحاطة البهارات كمان موجودة على طرف كلهم مجهزته يعني يعني شوفوا عن جد منظر الفلفل الخضراء مع الحمرة مع البصل آه، يعني عن, عن جد منظر كتير بشه يعني آه، اللهم صلي على النبي هون عم بفرجيكم شلون انه الفلوج بلش يستوي وبضل بقلبه مثل ما قلت لكم من الطرفين وهون حطيت بهارات حطيت آه، بهارات المكسيكانو حطيت كاري حطيت طبعا ملح بهار وحطيت طبعا بهارات العثماني هذا بيعطي كتير طعمه طيبه ورشيت رشه مي بالاخير وعفت لحتى شوي انه هيك آه، آه، كيف بدي تستوي شوي الفليفله والبصل أحكي لكم يا صبايا صار أه مشان ابني الصغير أه كنا رايحين على المستوصف أنا وجوزي الله يحمي الله حما من عنده الحمد لله رب العالمين أه فحاطته بالعربية و... و... وراح جوزي يشتري غراض فوالله كيف هيك أه شلف حاله من عربية ابني والله العظيم يعني عن جد بثواني بثواني يعني آخر شي لحقته إنه مسكته من إجره فراسه لابني ضرب في الارض فقدر الله ولطف الحمد لله فضل من الله يعني عن جد كله تجروح راسه شوي أنه الله يعني بسم الله عليه الله يحميه أنه ورم شوي ففوراً أخذنا على المستوصف فصوروله هيك وأنه شاف الدكتور الحمد لله فضل من الله الحمد لله يا رب أنه عدت على خير وسلامة بس ما بوصف لكم يا صبايا الشعور اللي شعرت فيه لما شفت ابني هيك وشه كله ده أنه في دمه مجروح وراسه هيك انه زرق فعن جد الله يحمي ولادنا يا رب عنجد ما بقى اعرف صرت ابكي ويعني كتير انقهرت وتضايقت وحسيت انه عنجد جد انه انه كيف بدي اقول انه حسيت بتانيب الضمير اني ما لحقته عنجد جد ما لحقته يعني بسم الله ما شاء الله حول هالولاد حركتهم كتير سريعه والله مصلي على النبي الله يحميهم فعلى اخر يعني اخر شيء بس انه مسكته من اجره وخبط راسه بالارض الله يحميه يا رب الحمد لله الله على, داع على خير الحمد لله فضل من رب العالمين قدر الله وما شاء فعل الحمد لله على كل شيء فهيك الله يحمي هالولاد يا رب ويخلي لكم ولادكم ويحميهم من كل اذى ومن كل مكروه ولادنا ولاد ولادكم يا رب ولاد امة محمد اجمعين وهونيك مثل ما شايفين حطيت ال اللي... آه اللهم صل على النبي حطيت لها فطر وبليلة وحطيت لها بهارات اللي عليها وبعدين حطيت الفروج فوقها وكانت خالصه يعني هون أفتع الزيق شوي طبعا انا بساوي للمكسيكان شويه مي جوزي بحبه هيك يعني إلى شوية مي هون مثل ما شايفين كمان بلشت بتجهيز الرز الرز طبعا هيك بيطلع لون المي انه مو مستمنه هيك بيطلع لونه اصفر من الكاري اللي عندي انا الكاري اللي عندي مو ظروف ولا مكعبات هو فرط يعني فمنه بيطلع هيك اللون اصفر وهون مثل ما شايفين اخر شي شوفولي على هالمنظر غير شكل يعني عن جد اللهم صل على النبي هيك من كتر انه مع منظره بشهي فما استنت اني اسكب ففرجيتكم هيك المباشر انه السكبه اللهم صل على النبي بالصحن فاكله كتير طيبه والله صل على النبي انه الواحد اذا كل فتره سواها ما بمل منها هون طبعا كنت اللهم صل على النبي رحت جبت كمان بنتي منى من المدرسه ورجعت وبلشت بعدين انه سكب اكل مشان انه ياكلوا الصغار بتعرفوا انه بيجوا من المدرسه تعبانين و... وكمان انه جو... جوعانين هالولاد لما بيجوا من المدرسه فانه فورا سكبت لهم مشان ياكلوا صحه وألفان على قلبهم وكانت جايب لي مع جايبت لي مع ورقة إنه عليها عطتها الآن صورة رسمتها كانت كتير مبسوطة فيها وعطتها طبع... طبعا طلبات للمدرسة فإن شاء الله إنه كمان عندي روحة بعد يومين ثلاثة مشان إنه أشتري الأغراض المدرسة وراح أصور لكم بإذن رب العالمين إن شاء الله لهون يا صبايا بيكون فيديو اليوم خلاص بتمنى يكون عجبكم وكان خفيف على قلوبكم أه بحبكم كتير يخلي لي قلبكم يا رب بتمنى تدعموني باشتراك وتعليق حلو مثلكن وسلامات